السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة قوية جدا، استخدمتها فترة طويلة وفعلا تستحق كل الشكر. الأداة دي عبارة عن اكستنشن أو ادنس بتضيفها للمتصفح، ولما بتدخل على الشات جي بي تي بيديك حاجة قوية جدا. يعني بص هنا بيديني كل دوت. دي عبارة عن تولز كتيرة بتوفر عليها وقت كتير قوي، وكتير منها بيبقى شات جي بي تي 4، مش شات جي بي تي 3 العادي، لا شات جي بي تي 4. وانا فعلا جربتها ولقيتها خطيره. تعال نشوف مثال. تمام، هقول له رايت بيست ارتكل تو رانك ان جوجل، عايزك تكتب لي بيست ارتكل. فبجرب بس ظهر لي هنا. خلينا نقول له مثلا ايه عن الذكاء الاصطناعي. وشوف بقى الفرق بين لما بتقول شات جي بي تي 3 هات لي معلومه ولما تستخدم الاداه ديت. تمام، بص قسم لك بقى الموضوع، وتكست وكتابه وتنظيم، وبيديك كميه معلومات كتيره جدا مره واحده. يعني حتى بالشات جي بي تي 4 بس، لا هو كمان بيديك مزايا اكتر، بيديك تنظيم للمعلومه، حاجة خطيرة جدا. انا شغال بشات جي بي تي 3.5 مش ب4، لكن الاداة هي اللي خلت الفور يشتغل معايا. ومنظم لك المعلومات والحاجات دي كلها. طيب خلينا نقول نيو شات. يمكن هو اللي فيه بس ايه، ان هو ساعات بيديك شوية يعني اعلانات، او شوية مش اعلانات، بيديني روابط لمواقع معينة اللي هي عاملة القصة دي. بيقولك اللي اطلع على المزيد من المقالات دوس على الرابط دوت. تمام، والرابط فعلا رابط علمي وتقدر تستفاد منه، ويعتبر من ضمن المراجع القوية. طيب لو قلت له نيو شات، وخلينا نجرب حاجة كمان، ممكن تقول له مثلا عايز ترجمة، هيستخدم شات جي بي تي 3 و4 والبراوزر وكل حاجة عشان يجيب لك حاجة ممتازة جدا. هاجي هنا واقول له مثلا ترجم، واروح مديله التكست اللي انا عايزه واقول له انتر، هو يبدأ يديك ترجمة احترافية. طيب تعال نشوف حاجات تانية. طبعا هي فيها حاجات كتيرة جدا بالمئات. يعني اول ما تيجي هنا ممكن تقول له مثلا عايز اشوف 20 واحدة او اكتر في كل مرة. ممكن اقول له ايه رايت ا كومبليت بوك ان وان كليك، يعني اي موضوع انت عايزه هيكتب لك فيه كتير قوي. خلينا نتكلم مثلا عن الذكاء الاصطناعي، شايف يكتب لك ايه الشابتر اهو، كل شابتر فيهم بقى يبدأ يتكلم عنه بالتفصيل. في حاجة خرافية ان انت بيقعد بقى هو ينظم لك الافكار وكل حاجة. طيب خلينا نشوف حاجة تانية، هقول له نيو شيت. وكل ده انا مستخدم المجاني، يعني ما دخلتش في ان انا دفعت فلوس لا في شات جي بي تي ولا دفعت فلوس في الاي اي بي ار ام. من ضمن المزايا ممكن تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا حاجة عن الجنراتيف اي اي، عايز الماركتينج، عايز بتخصص او بتفلتر الحاجات اللي انت عايزها. وليكن مثلا احنا عايزين حاجه خاصه بالجنريتيف اي اي، فيفلتر لك الحاجات اللي موجوده. الاكتيفيتي تبدا تشوف الاكتيفيتي اللي موجوده اللي انت عايزها، ديل اي او ميد جورني او ستيبل ديفيجن. تمام، لو اخترت هنا مثلا كوبي رايتنج هتلاقي الحاجات اللي اختلفت اهو. ممكن تقول له رتبهم لي بالتوب فوت ترند مثلا. الموديل ممكن تقول له انا عايز مثلا شات جي بي تي 4، فتلاقيهم كلهم جاب لك اهو الحاجات اللي هي شغاله بشات جي بي تي 4 والبلاجن بتاعتها. فبيديك امكانيات خطيره جدا في الشغل بتاعك، كل ده مجاني تماما. هتلاقي حاجات ممكن تلخص لك الموقع كله تمام في نقط معينه، بيقول لك اديني الموقع وانا ابدا اشتغل عليه. اقول له خد الموقع دوت اهو. فاحنا بنوجه شات جي بي تي على النقط اللي احنا عايزينها.
تمام. فبدأ فعلا يقرأ الموقع ويجيب لي المعلومات الخاصة بيه ويحط لنا أشكال وينظمها لنا والحاجات دي كلها. فأنت بتحصل على مزايا أكتر من شات جي بي تي 4. أنت بينظم لك، يعني ممكن أنت تسأله سؤال عام، لأ هو كده بيخصص لك الإجابة بتاعتك. ده الموقع، هو تقدر تقول له انا عايز اسطب بالاداه ديت، واعتقد انها بتشتغل على المتصفحات كلها، بس عشان شغال على جوجل كروم هو ظهر لي جوجل كروم. طيب بص، الاداه بقى سهله جدا زي ما احنا شفناها في الاستخدام، مجرد بس بتقول له انا بفكر في كذا، فيبدا ان هو ايه يخصص لك الاجابه. يعني انا ممكن اوصل للنتيجه دي من خلال شات جي بي تي بان انا اقول له ايه، تخيل نفسك مثلا شغال في المبيعات وجاوب على السؤال دوت. هنا انت مجرد بس بتختار، فهو بياخد الاتجاه اللي انت عايزه. تمام، ممكن تقول له في الماركتنج، فيبدأ ان هو يتكلم في الماركتنج، كوبي رايتنج، في الانتاجية، يبدأ ان هو يفيدك في ان هو يوفر لك الوقت مثلا. تمام، ممكن تقول له لخص لي او نظم لي او خد الفيديو ده مثلا اكتبه لي. ففي مزايا ما شاء الله قوية جدا التولز ديت. طيب ودي الصفحة بتاعتهم، انا قلت له انا وصل لي الحساب بتاع جوجل بشات جي بي تي، وده مجاني من غير فلوس برضو. تمام، في حاجات خاصة بالتريننج لو انت عايز تفهم الموضوع اكتر في القناة، لو انت عندك اي مشكلة، لو انت عندك اي اسئلة، لو عندك اي اقتراحات، كل ده ممكن ان هو يساعدك. في حاجات برضو خاصة بالبرومت، بيبدأ يديك مكتبة برومت لو انت عايز تسهل برضو على نفسك الحاجة، زي مثلا اكسبلور برومت. فجاب لي حاجات زي كده. تمام، يعني مجرد ان انا عايز حاجة معينة فاستخدم البرومت ده عشان يوفر لي الوقت، وبيقول لي برومت هنت بحيث سهل عليا الفكرة، يعني ازاي اخليه يلخص لي مقالة بشكل احترافي، ازاي اخليه يكتب حاجة مفيدة، او مثلا ممكن اقول له اكتب لي طلب وظيفة مثلا. دول كام صفحة؟ تقريبا 1000 صفحة. ان شاء الله يكونوا زادوا لما تدخلوا، لما تجربوا الموضوع، لما تطبقوا الفيديو. تمام، اهو اكتب لي مقالة محدش يقدر يكتشف ان هي معمولة بالذكاء الاصطناعي، خليه طبيعتها كأن شخص طبيعي اللي كتبها. وعلى فكرة البرامج اللي هي بتكتشف المشاكل يعني طلع فيها مشاكل، يعني لو واحد لغته الأولى مش انجليزية وكتب مقالة بالانجليزية، فهم بيعتبروا ان ده بالذكاء الآلي، مش انسان طبيعي اللي كتبها. ليه؟ لأنه اكتشف ايه، أخطاء، واكتشف حاجات زي كده. تمام، بيقول لو انت مثلا عايز تعمل تايتل بلوك، تايتل بوست مثلا، او عنوان للبوست بتاعك او البلوج بتاعك، هو هيساعدك فيها. فبيقول ايه الكلمة اللي تكتبها عشان توصل للنتيجة ديت، ايه الكلمة اللي توصلها تكتبها عشان تعمل لك مثلا ملخص لحاجة، عشان تعمل لك بيتا تايتل ديسكريبشن. كل دي برومت مفيدة لو انت اتدربت عليها. لو انت مثلا مهتم بالانستجرام، اعمل لك خاصة بحاجة خاصة بالجمهور بتاع الانستجرام.